ولن تزل وهذه الشمس لم يا موطني. انطلقنا مبادرة الإطعام الألف يتيم، هي الخاصة بمؤسسة غيث الإحسان الإنسانية. الموسم الثالث كان الموسم الأول هي 100 يتيم، والموسم الثاني كان 250 يتيم، وإن شاء الله اليوم مثل ما جاي يشاهدون الحمد لله وشكر ما كان الله هي وصلنا للألف يتيم. الحفل يتضمن وجبة إفطار جماعي خاصة بالأيتام، وإضافة إلى عديد من الفعاليات اللي هي تتضمن يعني مولد الإمام الحسن إن شاء الله، يعني باعتبار أنه صاحب الذكرى ذكرى يعني ولادته، اضافه الى يعني عندنا فقره العاب الخفه وتوزيع الهدايا وتوزيع الكفالات الماليه، وان شاء الله العديد من الفعاليات اللي تسعدهم.